سأبدأ في اشتغال عقدة البداية، ثم سأشتغل 13 سلسلة، 1 اشتغلت 13 سلسلة بإبرة رقم 4، سأخذ الآن إبرة رقم 3، سأترك السلسلة الأولى وفي الثانية سأشتغل، سأقلبها أولا هكذا، سأشتغل في هذا المكان يعني خلف السلسلة، يعني سأترك الضلعين معا الأمامي والخلفي وأقلب السلاسل على هذا الشكل وأشتغل في هذا المكان، أشتغل منزلقة، ثم أنتقل إلى السلسلة الموالية، أشتغل نصف عمود، ثم في السلسلة التي بعدها سأشتغل عمود، ثم السلسلة التي بعدها كذلك أشتغل عمود، ثم السلسلة الموالية أشتغل نصف عمود، ثم السلسلة التي بعدها سأشتغل منزلقة، ثم أنتقل إلى السلسلة الموالية وأشتغل منزلقة، ثم السلسلة التي بعدها نصف عمود، السلسلة الموالية عمود، السلسلة كذلك التي بعدها عمود، السلسلة ما قبل الأخيرة نصف عمود، والسلسلة الأخيرة منزلقة، ثم اشتغل السلسلة وفي نفس المكان الذي اشتغلت فيه المنزلقة الأولى سأشتغل منزلقة أخرى. الآن سأشتغل فوق نصف عمود نصف عمود فوق العمود عمود وهكذا، سأكرر يعني يعني أشتغل بنفس الترتيب. نصف عمود عمود فوق العمود كذلك عمود فوق العمود، سأتخلص من هذا الخيط، اشتغلت يعني فوقه، لاحظوا سأشتغل اشتغلت يعني عمودين، الآن لدي نصف عمود سأشتغل فوقه نصف عمود، ثم فوق المنزلقة سأشتغل منزلقة، ثم المنزلقة الثانية سأشتغل كذلك فوقها منزلقة، ثم نصف عمود، يعني سأكرر ما فعلته يعني قبل قليل، عمود عمود نصف عمود، في الأخير سأشتغل منزلقة وكذلك منزلقة، سأنهي العمل. ثم أقوم بإخفاء هذا الخيط على هذا الشكل، إما أن تخفيه بإبرة أو بإبرة تنظيف أو بإبرة الكروشيه. نهاية الشكل الأول، الآن سأشتغل الشكل الثاني أو الجزء الثاني من الفراشة، سأشتغل عقدة البداية نفس الشيء، سأشتغل بهذا الإبرة، الآن سأشتغل 27 غرزة سلسلة، يعني
سأشتغلها ثم أعود حتى لا أطيل الفيديو. اشتغلت 27 سلسلة. الآن سأخذ الإبرة رقم 3 وسأترك السلسلة الأولى، وفي السلسلة الثانية سأقلب السلاسل هكذا وأشتغل في هذا الجزء كما شرحت قبل قليل. سأشتغلت منزلقة. سأشتغل الآن نصف عمود. الآن سأشتغل 9 أعمدة بلفة. العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، ثم العمود التاسع. اشتغلت 9 أعمدة. الآن سأشتغل نصف عمود ثم غرزتين منزلقة، يعني سلسلة يعني منفصلتين، كل غرزة كل منزلقة في سلسلة. ثم في السلسلة الموالية نصف عمود ثم 9 أعمدة بلفة. سأشتغل 9 أعمدة بلفة ثم أعود حتى لا أطيل الفيديو. اشتغلت 9 أعمدة. الآن سأشتغل نصف عمود، وفي الغرزة الأخيرة سأشتغل منزلقة ثم سلسلة في نفس المكان. سأضيف منزلقة ثم الآن سأشتغل فوق نصف عمود نصف عمود. الآن سأشتغل في 9 أعمدة، يعني فوق كل عمود عمود. سأشتغل 9 أعمدة ثم أعود. اشتغلت 9 أعمدة. سأشتغل فوق نصف عمود نصف عمود ثم فوق المنزلقة الأولى منزلقة، فوق المنزلقة الثانية منزلقة، ثم فوق نصف عمود نصف عمود، وفوق 9 أعمدة المقبلة سأشتغل عمود فوق كل عمود حتى أصل إلى العمود الأخير. اشتغلت 9 أعمدة كما تلاحظون. سأشتغل الآن فوق نصف عمود سأشتغل نصف عمود، وفرزت في المكان الذي اشتغلت فيه منزلقة الأولى سأشتغل منزلقة ثم سأشتغل منزلقة أخيرة على هذا الشكل. لاحظوا ثم أثني العمل وأشتغل منزلقة أخرى. هكذا ثم أشتغل 7 سلاسل، 1 3 4 5 6 7. سأحصل على هذا الشكل. ثم أخذ هذه القطعة الثانية، لاحظوا ثم ألفها هكذا وأشتغل منزلقة على هذا الشكل. سأشتغل كذلك سلسلة وأنهي العمل. سأقلب هذا حتى يتضح الشغل. لاحظوا حصلت يعني على فراشة كبيرة، يعني لأنني اشتغلتها
بخيط يعني سميك. ده يعني إذا سمك الخيط هو الذي يتحكم في الشغل. سأنهي العمل وسأقوم بإخفاء الخيط. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. إذا كان كذلك فلا تبخلوا علي دائما كما أقول بالضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو مع الآخرين، وكذلك الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد. دمتم بخير وإلى اللقاء.